50 صحافي وصحفية مواطنة بين 13 سنة ونص و 22 عام، 5 نوادي صحافة مواطنة، حلقة أسبوعية وثلاثة روبرتاجات، ناس أخرى، بلايس أخرى وفازات أخرى وحكايات تتحكي في 60 ثانية. مرحبا بكم في الأخرين. أنا شيماء ساكت، عمري 18 سنة، نقرأ دوزيام أني لاتر وممبر في راديو ميتلين. اليوم نحكي معاكم من بيتي بسبب الحجر الصحي، وإن شاء الله يا ربي تفع الأزمة وتتعدى علينا. في برنامجنا اليوم باش نقدم لكم برشا حاجات مزيانة. حازم من بقالطة باش يحكينا شنية علاقة كوبة الباب بالفيروس، وصديقتنا صفية من جابس باش تحكي لنا كيفاش تعدي نهارها في الحجر الصحي. وتويكا نخليكم مع حمزة من مكثر باش يعاود يفكرنا بأبرز المحطات المعنية بانتشار الفيروس. وباي باي. فازتنا اليوم فازة قلقت البشرية الكل، اللي هي كوفيد 19 أو بما يعرف بفيروس كورونا. هو فيروس من عائلة كورونا، ظهر أول مرة في مدينة ووهان في الصين في ديسمبر 2019، وبدأ منها ينتشر بشوي بشوي للعالم الكل عن طريق المسافرين، فيكو هو يستعمل طرق مباشرة للانتشار كما السلام والنفس ولمس الأسطح اللي يعيش عليها. أول حالة مؤكدة لفيروس كورونا في تونس كانت نهار 2 مارس 2020، الناس الكل دخلت بعضها ما عاد فاهمة شيء، والدولة تحركت، قدمونا العطلة نهار الخميس، أعلنوا كوفر فو نهار 17 مارس 2020، وأعلنوا الحجر الصحي العام نهار 20 مارس 2020، بعد أول حالة وفاة في سوسة نهار 19 مارس 2020. والحجر الصحي والسوشيال ديستنس تنجم تكون حاجة صعيبة وتنجم ما تتقبلهاش وحاجة تعب، أما هي لحد الآن الحل الوحيد باش نجم نحده من انتشار الفيروس هذا. ما تنساش اللي أنت في الحجر الصحي في داركم ومعك عائلتك، دونك تحافظوا على بعضكم، تردوا بكم على رواحكم، تعقم، تغسل يديك وتحاول ما تمسش وجهك. وعندك برشا حاجات نجم تعملهم وأنت في الحجر الصحي، كما أنك تسأل على أصحابك، تلعب، تعلم حاجات جديدة ما كنتش تعرفها من قبل، وحتى تقرأ سير انترنت وتأخذ شهادة. لسيت اللي يعملوا دي فورماسيون سير انترنت 80% منهم ينطيحين في الأسوام، يعملين لي فورماسيون فري خطر عارفين في حجر صحي وقلقي. اي نصيحة اخرى، حاول تبعد على اللي فيك نيوز وتاخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، خاطر فيسبوك حبيب الملايين معبي كان بالفيك نيوز، والازمة هذه ما نجمو نتجاوزوها كان مع بعضنا. وفي الاثناء شد دارك. بيس. ونقرد سماي بحكايات يدوب في حدود الناس وبلايس ما شافت عمري. يعني يا حب يعني اش عامل انت لاباس؟ يا قايل فما واحد دخل النابل عنده كونوليا كورونا. اليوم عالم كامل يحكي على كوفيد 19، اما احنا في الدار نحكيو على قداش من يترا جافيل باش ناخذوها باش ننظفوا الكوب نتاع الباب كورونا. بون ملي بدا ينتشر الفيروس هذا وحتى قبل ما يوصل تونس، الوالدة خذت حذرها وبدات تعقم في كل تركينه في الدار، الباب، الكوب نتاع الباب، التلفزة، وحتى ما العظم يتعقم في دارنا كي يتشرى، وهذا كله في سبيل ان نكونوا لاباس كورونا. وملي اعلنوا الحجر الصحي العام نهار 20 مارس 2020، واكثرية العباد شادت الدار وما غادي حتى الوقت ذا الكوبة تعقمت 20 مرة، وزاد برشا باجات تشجع باش نقعدوا في الدار ونحاولوا نعملوا نشاط. اني بيرسونيل مو قيدت في اغلبية ليسيت جراتوي اللي نجم ننمي قدراتي فيهم في حاجة نحبها، وزاد تنجم تضيع وقتك كي تعمل دي تشالنج انت وصحابك، وزاد تعقم الكوبة متاع الدار. وطو ما عليا كان قلكم stay at home وما هي إلا بريود وتتعدى. نجوم الكاف وشط الغار وقمرة تضويم الشرتين، وكيف الغايب على المنظر ساكن دي مقلوب الناس يناموا بالو في الخير. يا حليلي على هذه الكورونا. صافي جبران 16 عام، نقرا دوزيام اني سيونس ونترنا تايكوندو ونشط في كلوب راديو. ليا 10 ايام في الحجر الصحي في الدار ما نخرج، اما بقياني في الدار خليني نعمل برشا حاجات ابار انه نتفرج في الافلام ولا نحكي مع اصحابي. بقياني في الدار عطاني الفرصه انه نعمل دي فورماسيون اونلاين وناخذ دي سيرتيفيكا كيما الوقفه قدام الكاميرا، بريزون بارول، لي سورس دي جورناليست والباتي لانجو. زاد عطاني فرصه الحجر الصحي انه نتلعب روحي اكثر ونعمل سكين كير ودي ساسوس دو بوتي نطبقو. قعدتي في الدار خلتني ندخل الكوجينه ملي ما كنتش نعرف انه عندي سكيلز في التطيب.
من أكثر الحاجات اللي عملتهم في العشرة أيام هذوما إنه ترينيت تايكواندو، خطر صعيب تقص على حاجة تعودت عليها. اخترت الحجر الصحي أول حاجة خطر فرصة باش نزيد نبقى مع عائلتي أكثر ومع روحي، أون بلوس سي تان كادو بوغ لاكسي، والأهم من هذا أسباب علاش طبقت الحجر الصحي خطر سي تون أوبليكاسيون، هو باش حدد لنا مصيرنا، كنشدو ديارنا ونبقوا في ديارنا، راهو الفيروس نمنعو انتشاره ونحمرو عليه. نقدم خطوة للو